والفرح فكأنه إلا شاخر قصة إيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. واليوم جايب لكم شرح جديد مثل ما شفتوا بداية الفيديو. طبعا الشباب الطريقة حلوة وبسيطة، اوكي راح اشرح لكم الطريقة في برنامج اللي هو كاب كات. قبل ما نبدأ المقطع بس اتمنى انك تدعم المقطع في لايك وتشارك الفيديو لكل اصدقائك، ولا تنسى تتابعني على حسابي انستغرام في الوصف. اول شيء راح تروح على برنامج كاب كات. اوكي شباب، بعد ما دخلنا على برنامج كاب كات راح تروح على خيار زائد اللي هو مشروع جديد، وتختار الصورة اللي نبغى نصمم عليها. طيب يا شباب، بعد ما اخترنا الصورة، هذه الصورة مثل ما تشوفون، اول شيء تحذفوا علامة البرنامج اللي هذه، تسوي لها حذف، بعدين تروحوا على الخيار هذا الزائد، تضيفوا الموسيقى اللي تبغوا تصمموا عليها. طبعا الموسيقى اللي راح استخدمها او الاغنية راح تحصلوها في قناة تليجرام، اي شيء مستخدم تحملوه من قناة تليجرام، الرابط في الوصف. اوكي شباب، بعد ما ضفنا الاغنية راح تمدد الصورة الى هذا المكان لما تبدا تتغير الاغنية. اوكي شباب، بعدين الحين ايش تسوون؟ تروحوا على خير زائد هذا، تضيفوا مقطع فيديو الفضاء، راح احطه لكم في قناة تليجرام. اوكي شباب، بعد ما ضفتوا اللي هو المقطع هذا مثل ما تشوفون، وش تسوي الحين؟ اول شيء تغيروا اللي هو الحجم المقص، روحوا على السهم هذا، نحط الحجم اللي هو شاشة، هذا الخيار. اوكي، بعدين اختار الصورة، كبروها بهذه الطريقة. نروح على اللي هو في مقطع الفيديو هذا، ندوره بس شوي كذا، دوروا حطوه على المقص بالضبط. اوكي، بعد ما حطيته بهذه الطريقة الحين تشوفون، نروح على نهاية الموسيقى كذا. اوكي، تضغطوا على الفيديو، روحوا على التسريع، بعد على الخير هذا سرعوا الفيديو الى بهذه الطريقة لين يصير على حجم الموسيقى. اوكي، بهذه الطريقة. طيب الحين ترجعوا على هذا المكان، تضغطوا الى هذا المكان، شوفوا، بعدين ضيفوا صورة، روحوا على الخيار هذا، نضيف نفس الصورة اللي هي هذه، ضيفوها، روحوا على هذا الخيار، بعدين على زائد نضيف الصورة. اوكي شباب، بعد ما ضفت الصورة بس راح نكبرها بهذه الطريقة. اوكي، تردوها الى اليمين كذا، حطوها بالحجم اللي تبغوا، بعدين كبروها علين الموسيقى كامل لنهاية الموسيقى. اوكي، الحين ايش تسوون؟ نسحب تحت كذا، بعدين روحوا على خيار هذا اللي يحذف الخلفية، ضغطوا عليه. اوكي شوفوا، راح احتذفت الخلفية. اوكي، الحين ايش تسوون؟ نروح على الانتقالات اللي هو الخيار هذا، بعدين على اول خيار، اسحبوا الى النهاية، اختاروا الخيار هذا. اوكي، اعطوا صح. نروح على اللي هو الفضاء، المقطع هذا، نسوي نفس الانتقال، اسحبوا الى النهاية، بعدين الخيار هذا. اوكي، نروح على اول صورة اللي هو هذه الصورة، الانتقالات نسوي نفس الانتقال. اوكي شباب، شوفوا الانتقال راح يكون في البداية وبعدين في هذا، اما يتغير اللون مع الاغنية. طيب الحين لو ضغطتوا على الموسيقى، العفو، اختاروا الصورة هذه، اوكي، بعدين ضغطوا على الموسيقى وسوون قص على الخيار هذا اللي هو قطع، تقطعوا الموسيقى. طيب ليش سوينا قص الموسيقى؟ راح اعلم لكم ليش. اوكي، الحين بعد ما سويتوا كل هذا نحفظ الفيديو. اوكي، بعد ما حفظتوا الفيديو راح تسوي تراجع في هذا الخيار. اوكي، الحين وش تسوون؟ اول شيء نحذف اللي هو الفضاء، بعدين تحذفوا الصورة اللي هي هذه اللي ضفناها، بعدين ضيفوا الفيديو اللي حفظناه. اوكي، بعد ما ضفنا الفيديو اللي حفظناه خلاص نحذف هذه الجزئية، الصورة ما لها داعي. اوكي، الحين ضغطوا على الموسيقى، شوفون، انما القط، انما قصينا الموسيقى سووا قص للفيديو. اوكي، بعدين روحوا على الجزئية الاولى هذه، اسحبوا في الادوات تحت لين يجيكم خيار اللي هو هذا يعكس الفيديو. اوكي، طيب يا شباب، بعد ما عكسنا الفيديو شوفوا اول ويش كان الانتقال في بداية الصورة، الحين راح يوقع الانتقال هنا، اشوفهم شفتوا انتقال بقى رهيب، نفس فيديو ستار الانتقال.
الحين نشغل الفيديو كيف صار. يا شباب مثل ما شفتوا الشرح بسيط وسهل واحترافي، واتمنى انه وصلتكم الفكرة. وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو اعجبكم، واذا اعجبك لا تبخل علي بعمل لايك. استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.